أدعو السيدة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لإلقاء كلمتها، فلتتفضل. شكراً سيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الوطني لتغير المناخ، سيدة الدكتورة رانيا المرشاط وزيرة التعاون الدولي، السادة الزملاء وممثلي القطاع الخاص وشركاء التنمية. يمكن احنا النهاردة سنة من أول ما استضفنا COP27 وأطلقنا منصة نوفي، وإحنا على مشارف 10 أيام أو أسبوعين من COP28. مش عايزة أعيد زمايلي قالوه أكتر من رسالتين يمكن مهمين. الجزء الوطني هي رحلة احنا ابتديناها، وابتديناها بقيادة دولة رئيس مجلس الوزراء من أول ما كلفنا أن احنا نضع استراتيجية 2050، معناها مش التزام في الاتفاق بتاع باريس لتحديث خطة المساهمات الوطنية لإعداد المشروعات، والطريقة اللي تم تصميم هذه المشروعات لتلبي في المقام الأول الاحتياجات الأساسية للمواطن المصري وتحسين مستوى معيشته. لما نصحى من النوم مش هينفع ما نشربش وما ناكلش وما نركبش مواصلات وما نشغلش أو نستخدم طاقة، وهي دي الفكرة اللي ربطنا بيها هذا البرنامج. وكان مهم على مستوى التزامنا أن احنا دايماً نعمل توازن ما بين التخفيف والتكيف. سمعنا في الكلمات بتاعت السادة الوزراء فكرة أن التكيف كان دايماً بيبقى مشروعات مش ربحية، صعب دخول القطاع الخاص ومش بنكية. حاولنا من خلال نوفي أن احنا نعمل هذا النوع من هذا التوازن. يمكن على المستوى الدولي وإحنا رايحين COP28، عايزة في دقيقة أو في دقيقتين أتكلم على التيكاويز من COP27. إحنا فخورين في مصر إن إحنا استضفنا هذا المؤتمر، وكان من ضمن مخرجاته الانتقال العادل. برنامج الانتقال العادل أو Just Transition ما هياش كلمة، ما ينفعش إحنا بكرة الصبح نقول إحنا هنلغي كل اللي عندنا لأن في وظائف بتعتمد على هذه الوظائف التقليدية، ولازم يكون هناك انتقال عادل وفرصة للدول النامية إنها تنعم بالتنمية. اثنين، يوم الخميس طلع التقرير بتاع OECD اللي بيقول أخيراً تم تعبئة وتحقيق 100 مليار دولار اللي هو كل سنة بنتكلم عليها. والمدهش في هذا التقرير إن 67% من التمويل راح للتخفيف، 24 فقط للتكيف، والباقي متعدد أو كروس كاتينج. والرقم الحقيقة 67% هو رقم قريب من ما رصدته مصر من انبعاثات. 64% من انبعاثاتنا طالعة من قطاع الطاقة اللي هو النقل والبترول والكهرباء، كما ذكر معالي وزير النقل ومعالي وزير الطاقة. فليس من المدهش ان احنا لما نعمل برنامج نوفي نحط فيه الجزء الأكبر للمشروعات اللي خاصة بالانبعاثات اللي بتطلع من أكتر القطاعات عندنا. لكن المهم الحقيقة احنا رايحين COP28 ازاي؟ احنا بنشرف جمهورية مصر العربية وزارة البيئة مع وزارة الخارجية ان احنا بنترأس المجموعة التفاوضية او اللي بتساعد الجانب الاماراتي مع نظيري الكندي في موضوعات تمويل المناخ. في خلال الورقة اللي احنا قدمناها النهاردة اول مسودة لقينا حاجتين مهمين جدا على مستوى التشاور: مضاعفة تمويل التكيف ونقل التكنولوجيا وتوطينها، وده اللي كان بيتكلم فيه معالي وزير الموارد المائية والري. كان مطلب رئيسي من كافة الأطراف لهذه الاتفاقية إن لما نيجي نتكلم على هدف جديد للتمويل أو نتكلم على الحصول على التمويل لازم يكون في مضاعفة التمويل للتكيف، ونحاول نعمله. ليه؟ لأن كل ما صرفت على التكيف على احتياجات أساسية زي مية زي زراعة زي بناء مواد طبيعية لارتفاع منسوب سطح البحر، كل ما قللت الخسائر والأضرار والتعويضات اللي احنا طالبنا بيها في COP27. أخيراً أنا بشكر كل المنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة على دعمهم المتواصل لبرنامج نوفي اللي ممكن ان احنا نقرره ونساعد فيه دول اخرى. لكن الحقيقة الشعوب النامية حاليا في عالم متغير، في ديون كتير جدا وتحديات كتير جدا. ياريت ما نخرجش من COP28 واحنا بنضع شعوبنا امام الاختيار ما بين
الوصول للتنمية وهو حقهم بناء على اتفاق باريس، ولا يصرفوا على مواجهة تغير المناخ؟ هناك مسؤولية مشتركة متباينة الأعباء الكل يقوم بيها. احنا هنقوم بدورنا كدول نامية في خطط وتنفيذ لمشروعات فعلية تصب في احتياجات المواطن، والدول المتقدمة تقوم بتوفير التمويل ونقل التكنولوجيا وتنمية القدرات عشان نقدر ان احنا نواجه التحدي الأوحد والوجودي وهو التغيرات المناخية. شكراً.